بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من استوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده هيكون مباراه مهمه جدا 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 كعاده مباراه النادي الاهلي امام طلائع الجيش في الاسبوع ال 31 للدوري الممتاز. طبعا عارفين اهميه المباراه، مش كل مره هنقول المباراه مهمه ليه، ولكن احنا في المراحل الحاسمه لبطوله الدوري، وطبعا زي ما عارفين المنافسه شرسه، المنافسه حتى اخر مباراه، حتى اخر ثانيه ان شاء الله باذن الله. كلنا عندنا امل وثقه في ربنا، وطبعا عندنا ثقه في الجهاز الفني وفي لاعبتنا اللي هم فرحونا كتير قوي 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 الموسم دوت، ومن انجح المواسم، وده اللي هنتكلم معاه مع ضيوفنا الكبار ان شاء الله لما يوصلوا ان شاء الله. هتشوفوا قد ايه السنه دي كانت صعبه جدا، قد ايه السنه دي كانت مليانه برغبات وطموح لعيبه وطموح جمهور، وقد ايه اللي اتحقق وقد ايه اللي باقي. يعني الحمد لله رب العالمين النتيجه حتى الان 100%. نتمنى ان شاء الله في امل، طالما في لسه مباريات وبالحسابات لسه الموقف ما اتحسمش، في امل ان شاء الله لحد اخر لحظه. احنا ورا لاعبتنا لحد اخر لحظه، ورا المنظومه كلها لحد اخر ثانيه من ماتشات الدوري العام.